مرحبا بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. مرحب بيك كابتن ايمن شوقي وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. فوز مهم الحقيقه لاكثر من نقطه الحقيقه قبل طبعا التوجه لرحله مهمه جدا بريتوريا وجروه وايضا كمان مباراه في بطوله الدوري العام الثلاثه المؤجله لفريق النادي الاهلي. كل الامور دي الحقيقه هنتكلم فيها مع كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. مبروك يا كابتن سامي، فوز مهم جدا الحقيقه في توقيت مهم مع ضغط المباريات الكبير جدا ومع التلاحم الكبير. ربنا يكون في عون الجهاز الفني وفي اللعيبه على التحضيرات، كل يوم بيكون في اصابات، كل مباراه بيكون في شغل كبير جدا. حطينا في الاجواء والمباراه دي بتمثل ايه قبل الانطلاقه المهمه جدا في البطوله الافريقيه؟ اولا طبعا ثلاث نقاط مهمين جدا بالنسبه لنا، يعني انت اتكلمت على الاصابات واتكلمت على ضغط المباريات واتكلمت على موقفنا الافريقي، فكل الحاجات دي طبعا عوامل غير الاصابات بقى اللي احنا بنلحقها الفتره اللي فاتت دي كلها. لكن رغم كده الحمد لله بتقابل برضو فرقه منظمه من اول موسم، كابشا وعمل معاه شغل كبير جدا، منظمين تكتيكيا، بيلعبوا سيستم لاعب مميز. الماتش سهل لنا في الاول، احرزنا هدفين اعتقد، يعني الجون اللي دخل فينا في نهايه الشوط الاولاني دي مأثر علينا شويه، لكن الحمد لله ان اللعيبه ترجع وتقدر تحافظ على المكسب ده، اعتقد ان دي حاجه ايجابيه. لكن خطوه مهمه خدناها الحمد لله، خدنا ثلاث نقاط مهمين بالنسبه لنا نعزز بيها موقفنا في الدوري. لكن بقى الاهم ان شاء الله بقى المباراه اللي جايه، خصوصا مباراه سان داونز، يعني ان شاء الله نستعدلها بشكل كويس وان شاء الله ربنا يكتب لنا فيها التوفيق ان شاء الله. الايجابيات بتكون مستمره الحقيقه في كل مباراه، القندوس مميز جدا الحقيقه، طاهر محمد طاهر، بنشوف كمان رافت خليل، بنشوف عدد من اللعيبه. الامور دي بتتحسم ازاي بالنسبه للجهاز الفني؟ لان انت محتاج الكل يكون جاهز يا كابتن سامي، في اي وقت يكون مطلوب يكون جاهز. الدور ده بتقوموا بيه ازاي كجهاز فني بالكامل يا كابتن؟ هو دور ده الحاجه اللي دايما الراجل بيتكلم عليها، يعني مهم جدا تجهز كل اللعيبه. يعني فينا احنا فتره قريبه جدا كل اللعيبه شاركت، يعني حتى اللعيبه الصغيره، انت بتقول رأفت واشرف وكوكا وفخري قبل كده، فكل الناس شاركت يعني. وده الاهم بالنسبه لنا، ان انت تجهز اللعيبه بشكل كويس بدنيا وفنيا وخططيا، عشان لما يبقى طلب منه اي دور يقدر ينفذه. يعني فاعتقد الحمد لله زي ما انت قلت النهارده طاهر بيأدي اداء مميز، قندوسي بيواصل، رأفت بيخش في الاجواء اكتر واكتر وبياخد خبرات اكتر واكتر، فالحمد لله دي حاجات ايجابيه. لكن زي ما انا قلت لك الحمد لله دي خطوه وانتهت بالنسبه لنا، ان شاء الله نفكر بقى في التحدي الكبير اللي بالنسبه لنا مباراه صن داونز ان شاء الله. الاخير مش هطول عليك يا كابتن سامي، الفصل مهم جدا في هذه المرحله ان انت تفصل عن بطوله الدوري العام وبطوله افريقيه، لان انت هنقول 2-1 مباراتين بالنسبه لسفريه واحده، لكن مباراتين مهمين جدا لفريق النادي الاهلي. الاستعداد هيكون ازاي والرغبه وحاله اللاعبين قبل السفر ازاي يا كابتن؟ زي ما انت قلت خطوتين مهمين جدا، يعني مهم جدا ان انت تاخدهم الاثنين، خصوصا بعد طبعا النهارده مكسب الهلال المجموعه بقت صعبت اكتر يعني. لكن ان شاء الله في ايدينا واللعيبه قادره على كده واتحطت في الموقف ده قبل كده، ان شاء الله نقدر نعدي المباراتين ونحسن وضعنا في الجدول، وان شاء الله نفكر بقى في اللي جاي باذن الله. شكرا. شكرا. كل الشكر والتقدير للكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. زي ما قلنا يا كابتن ايمن خلاص المباراه وانتهت بكل ما فيها بنقاطها الثلاث بنتيجتها طبعا المهمه جدا لفريق النادي الاهلي. عندنا مهمه اصعب الحقيقه هتبدا من لحظات خلاص مستر كولر هيتكلم مع لعيبه النادي الاهلي عن اهميه غلق هذه الصفحه تماما والتركيز الكبير جدا في المهمه الاولى لفريق النادي الاهلي، مباراه سان داونز ماميلي سان داونز، مباراه مهمه جدا. لكن بالجهد الكبير وبالقلب المعروف عن فريق النادي الاهلي نقدر بمشيئه الله باذن الله وبجهد الجهاز الفني نتخطى اولى المباريات ولكل حدث حديث في مباراه القطن الكاميروني.